نصوص أمازيغية بلغة أمازيغية مستوحاة من واقع أمازيغي ينقل ثقافة أخلاق طبية إلى غير ذلك أمازيغي. في الواقع المسرح الأمازيغي بدأ بهذه الطريقة، يعني بدأ بنص ديال كاتب أمازيغي يستلهم واقع الأمازيغي. مثلا أستاذ صميضنين الأيام الباردة اللي هي أول مسرحية كتبت في 1983 كتبها أستاذ صافي مومن علي، وهي ديال المؤلف اللي كتبها بالأمازيغية واستلهم عناصر الثقافة. كذلك أول مسرحية اللي تعملت في الشمال في الماضور كانت من تأليف أحمد سالم، وكان فيها سيف وأد أضروال أيضا شارك فيها وكذا. هذه المسرحية أيضا هي تأليف واستلهام ديال الواقع. من بعد غتجي الاقتباس وغتجي الترجمة، ولكن البداية كانت هكذا. وكان أعتقد أن خاصنا نشوف هذا الطريق، يعني إنتاج النص الأمازيغي ديال الكاتب الأمازيغي الوطني المغربي، وأيضا القيام بإخراجه على الخشبة وطبعه كنص أدبي. لأن ما خصناش ننساو بأن عندنا واحد الخصص كبير في النصوص الأدبية ديال المسرح. عندنا يعني مسرحيات كثيرة تمثل، ولكن النصوص الأدبية بقت قليلة. فالآن أرى بأنه منين عندنا كاتب كيكتب نص أدبي كيألفه، لابد أن يطبع هذا النص، لأنه أيضا نص اللي غتكون عنده مقروئية. وكنشوف بأنه المسرح والفيلم هما جوج ديال الفنون اللي عندهم أهمية كبيرة في تأطير الجمهور على الفكرة وعلى القيم اللي بغينا أنها تدوز للشباب وتدوز للأطفال وتدوز للناس كذلك، باعتبارها قيم إنسانية نبيلة اللي كتساهم في بناء مواطن اللي عنده غيرة على وطنه وكيخدم بلده أيضا، وعنده واحد الشعور بالانتماء، شعور قوي بالانتماء إلى الأرض وإلى ما عليها من إرث مشترك.